ايه بقى الموضوع؟ معايا نص كيلو من الفراخ قصدي اللي متقطعه مكعبات، صدور على وراك فاهمين، حتت من هنا على حتت من هنا، ومعانا هم متقطعين صغيرين حلوين قوي. هنحط عليهم بصلايه صغيره متقطعه حتت صغيره، يعني هي البصلايه صغيره وكمان متقطعه صغير، فلفل الوان متقطع مكعبات او ممكن فلفل رومي اخضر بس مفيش مشكله، معايا برضو طماطمايه حلوه كده متقطعه مكعبات، ملح وفلفل اسود، معلقه صغيره من البابريكا، وبرضو معلقه صغيره من الكمون والكزبره الناشفه، معايا برضو ثوم بودره وبصل بودره، شويه زعتر فريش كده مثلا يعني معلقه، وشويه جبن مشكله، جبنه رومي على شيدر على موتزاريلا، بنحطهم على الخلطه اللطيفه دي قبل ما نحطها في العيش، وبتبقى ظريفه جدا. ومعانا طبعا عيش التورتيه الخطير، احنا عملناه قبل كده مع بعض كذا مره، وهو نفس برضو مقادير الرقاق الطري، واحنا برضو عملناه مع بعض، هتلاقوا الوصفات كلها على اليوتيوب، ممكن ترجعوا لها لو غاويين انتوا تقعدوا تعملوه في البيت، او ممكن نستبدله بالعيش اللبناني او العيش الشامي، حلو جدا هيبقى زي الفل. وبس كده، بص وصفه سهله قوي. اول حاجه هناخد الفراخ اللي متقطعه صغير ونحطها في طاسه على النار مع معلقتين زيت، الفراخ في معلقتين زيت كده وحطيناها، هتنزل ميتها وتشرب ميتها، وده اللي احنا عايزينه كده. اول ما تشرب ميتها اطمني ان الفراخ استوت، سواء اذا كانت صدور او اوراك ما تقلقيش خالص. ملح وفلفل، بصوا اهو، عايزين نحط بقى البصل، الله على ريحه البصل مع الفراخ، الله الله الله. ننزل بالفلفل الالوان او ممكن نحط فلفل رومي اخضر مفيش مشكله. نبتدي بقى نحط ايه التوابل كلها عليهم، البصل البودره والثوم البودره والكمون والكزبره اهو كده، وكمان البابريكا والزعتر الفريش وملح وفلفل، ونقلب الكلام الحلو ده. الله 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 على الريحه الخطيره. عايزه اقول لكم بقى ان الحشوه دي تنفع سندوتشات عاديه خالص، في العيش الفينو مثلا لما تبقي عايزه تعملي سندوتشات بطعم مختلف شويه هتبقى حلوه جدا، او ممكن نحطها في حشوه صينيه جلاش هتبقى برده حلوه جدا جدا جدا، او حتى صينيه رقاق طري. تمام، هتلاقوها برده طعم الخلطه دي نفسها حلوه قوي قوي، ينفع في الكلام ده كله، او مع عيش التورتيه زي ما احنا هنعمل دلوقتي اللي هي وصفه الكاساديه. هو كل الخلطة دي على بعضها في جميع الأحوال لو عملتيها إيه هتلاقيها طعمها لطيف جدا ولذيذة جدا. عايزة أوريكم العيش التورتية أهو زي الرقاق الطري بالظبط، نفس مقاديره يعني، ونقدر إيه نستبدله زي ما قلت لكم بالعيش اللبناني، بس هنبقى بنقصه بقى عشان ناخد إيه رق من العيش أهي، ده بيبقى لطيف جدا جدا. أنا معايا هنا طاسة على النار اللي هي بتاعت الكريب، او ممكن طاسة عادية مفيش مشكلة، بس انا عايزة ايه بقى نبدل، لان خلاص كده الحشوة استوت. هنحط كده معلقة زيت واحدة على الطاسة دي، وننزل بايه بالتورتية كده. تمام، بلاش تكتروا قوي يعني علشان ما تخرجش برة ولا حاجة كده، بالشكل الحلو ده. ومعانا كمان زي ما اتفقنا كده مجموعة من الجبن، جبنة شيدر، جبنة جودة، جبنة رومي، مع شوية جبنة موتزاريلا، كل الحاجات اللطيفة دي كده على بعض. وناخد واحدة كمان من عيش التورتية نقفل بيها الكلام الحلو ده كده، ونستناها بس كده تاخد لون حلو، ونقلبها الناحية التانية برضو تاخد لون ظريف، ونطلعه على طول ونقطعه عادي خالص، بيبقى حلو كده مثلثات لطيفة جدا من السندوتشات الحلوة قوي، هتعجب العيال وخطيرة في غدا في عشا في كله هتنفع. بس كده
كسديه خطيره حلوه جدا جدا، والحشوه بتاعتها لطيفه قوي قوي يا جماعه، عايزاكم تجربوها. هتتقطع طبعا، خدها جنبي هنا اقطعها. حلوه حلوه قوي. احنا على الهوا، احنا على الهوا، كلمونا الحقوا كلمونا دلوقتي بسرعه. كده الشكل الحلو ده، جربوها يا جماعة هتعجبكم فعلا، خطيرة. احنا عاملين منها هناك برضو كمية كده، ايه حلوة قوي قوي. استاذ صلاح هيجيبها لكم حالا. بس كده وصفة ظريفة جدا جدا وسهلة، وحشوة الفراخ جواها حلوة قوي، هتعجب الولاد ان شاء الله تجربوها. وبالهنا والشفا.